مساء الجمال عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج الجريء والجميلة. النهاردة حلقة جديدة، حلقة مميزة جدا النهاردة الصراحة، لأن احنا عندنا النهاردة ميك اب ارتست الأستاذة سهام صلاح. نرحب بيها. ازيك يا أستاذة صلاح؟ أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذة سهام؟ عاملة ايه؟ أهلا بحضرتك. الأخبار؟ الحمد لله حضرتك. النهاردة أستاذة سهام هتعلمنا ازاي نعمل الميك اب من البداية لحد ما يوصل للفينش بتاعه على الموديل. اسم الموديل هاجر. هاجر، قولي لنا بقى هتبتدي ازاي مع بص، الموديل من البداية خالص؟ انا هعمل يعني ميك اب خفيف بتاع مثلا نادي بتاع جامعة. هي عشان لابسة كاجوال فانت هتعملي ميك اه اب كاجوال، صح كده؟ تمام. فانا بدأت عشان الوقت والبرنامج وكده، بدأت عملت العين حاجة خفيفة. دلوقتي هحط فونديشن، وحط حطيت البرايمر الاول ورطبت البشرة كويس جدا. هبدأ بقى احط الفونديشن. ماشي، بس خلي يعني عشان السادة المشاهدين يبقى معانا ايه، واحدة واحدة كده وانت اوكي بتعملي حاجة. اوكي دلوقتي هبدأ. ممكن الاول عندها هي هالات سنة هنا اهو، يعني بسيطة. تمام، هذا ليها سنة بتاع وشك. طيب وانت بتعملي الميك اب بقى، قولي لنا انت بدأتي يعني دخلتي عالم الميك اب ازاي، او يعني دخلتي المجال ده من انا امتى؟ حباه يعني، انا من زمان من ايام الجامعة انا بحب المجال دوت، الميك اب وكده. بس وعملته يعني، حبيت مع صحباتي انا اعمل لهم الميك اب بس برضو قلت ايه يعني، انا ازود الموهبة بتاعتي ان انا اخد كورسات. اخدت كورسات فيه كذا كورس وكده بس، فدخلت بقى المجال ده فانا حباه يعني. طب انت ازاي دلوقتي بتخفي التجاعيد بتاعت العين؟ بخفيها بالكوريكتور، يعني لو اي حاجة فيها تجاعيد او فيها هالات الكوريكتور ده بقى عبارة عن ايه؟ يعني عشان في حاجة، ناس كتير ما تعرفوش. هو اللي انا حطيته الاورنج، حاجه بسيطه جدا بتخفي اي علامات، اي ده ليه تقدم في انواع السن. ولا هو نوع واحد؟ لا الوان يعني، ممكن التجاعيد الكبيره جدا بيبقى غامق شويه، في اللي زي البنوته الصغيره ديت تجاعيد، مش تجاعيد يعني، في عندها هالات. فبس بحطه خفيف جدا يداري بس. وانت حضرتك انواع الميك اب اللي بتستخدميها ايه بقى في شغلك؟ حاجتي كلها اوريجينال يعني، انا بستخدم كل شغلي حاجات يعني، زي مثلا ميك، زي فاونديشن مثلا فور ايفر، كله حاجتي اوريجينال. هو البنت دلوقتي ما ينفعش تستغنى عن الميك اب، ولا انت شايفه ان عادي ممكن بنت تنزل من غير ميك اب؟ بص، انا برشح ان الميك اب يبقى حاجه خفيفه زي اللي انا بعملها. البنت ما ينفعش تحط طبقات على بشرتها كتير يعني، هو زي مثلا مصحح، الفاونديشن اللي بحطه، بلاشر، كونتور خفيف بس طب للبنوتة بتاعت الجامعة. هرجعك تاني للتجميل بقى. انت شايفه ان فن التجميل ده موهبه من عند ربنا، ولا لا ده فن، ولا لا ممكن تاخدي كورسات تبقي كويسه بص، فيه؟ هو اكيد من موهبة وحب، يعني هو في الاساس موهبه وحب للمهنة ديت. ما ينفعش ان انا اكون مش حابة زي الشيء اي ده. مهنه تانية، زي التصوير مثلا اللي هو بالظبط، الفوتوغرافر بيحب التصوير، زي الفاشن ديزاينر ما بتحب ينفعش انا الرسم. مش حابة المجال وادخل فيه، وفي نفس الوقت انا بعززه بان انا اخد كورسات فيه، اتعلم فيه حاجات معينه انا ما كنتش اعرفها. بس لكن ان انا مش عارفه حاجه فيه خالص وان عايزه اشتغل كميك اب ارتست، ما ما ينفعش. ينفعش، لازم لا يكون لا عندك لا في لا الاساس لا الموهبه طبعا. اللي تخليكي تبقي ميك اب ارتست، وبالذات بالظبط. لو انت اصل المجال ده فيه ميك اب ارتست كتير جدا، يعني مجال الميك اب كتير، بص، فلازم هم عشان تكوني هيبداوا، متميزه فيه ايه اللي انت الخطوات اللي تمشي بص عليها. هم هيبداوا بس هيقفوا لان هما ما درسوش كويس ومش حابين المهنه. انا اخدت كورساتي وتعلمت كتير واشتغلت على نفسي كويس جدا يعني، كل كنت الاول اشتغل على اي حد يعني، دلوقتي خلاص بقى يعني اخدت كل حاجه فيه اتعلمتها، عرفت يعني الخامات نفسها، الخطوات الخطوات بتاعتك. نفسها. بالظبط، انا كده خلصت، حطيت الفاونديشن الفاونديشن. وحطيت كونسيلر تحت العين خفيف، احط لوس باودر، اثبت طبعا، لازم اللي انا بعمله كله اثبته، ما ينفعش ما بتثبتيه اثبتوش بإيه بقى؟ بلوس باودر، لازم يتثبت كده. تمام، اللوس باودر ده اللي بيثبت الفاونديشن. واللمعة اللي في الفاونديشن وكده، فلازم اعمل طب كده انت من بسيط وجهة جدا. نظرك ايه المعايير، يعني معايير الجمال بالنسبة لك ايه؟ البساطة يعني، كل حاجة الحاجة تكون سيمبل كده سيمبل خفيفة بسيطة. يعني. بص يعني حاجات خفيفة جدا، مش شرط الاوفر خالص. تمام، بتبين جمالها، مش شرط ان انا احط طبقات كتير وكده، فلا البساطة اهم حاجة.
بداري كل حاجه اللي انا حطيتها. الفرشه دي بقى عشان توسع يعني ايه، بخفف البودر اللي انا حطيتها. تمام، بس اثار البودر اوكي شلته كله. تمام ما شاء الله، كمان انت مختاره ميك اب جميله يعني، قصدي يعني مختاره موديل جميله. موديل جامعيه، حاجه والله بسيطه. حاجه بسيطه يعني، واحده رايحه الجامعه نازله الصبح، حاجات خفيفه خالص. طبعا بيختلف ده عن مثلا لو فرح. طبعا. وبرضو الفرح بيختلف اذا كانت هي عروسه ولا كان سواريه او خطوبه، صح كده؟ طبعا انا الوقت حاجات خفيفه جدا. يعني انا مش حاطه حاجه فوق عينيها كتير، ده صبح رايحه جامعه. لكن بالليل سواريهات في ميك اب. طبعا الميك اب بتاع بالليل بيختلف عن ميك اب الصبح. طبعا. طبعا بزود، احط جليتر، احط مثلا كونتور كتير. يعني هي بنوته صغيره، ما ينفع، مش يعني مش مستاهله، مش مستاهله كونتور خالص. طب ايه الالوان بقى، ايه الالوان اللي انت بتنصحي بيها البنات بحب اللي هم النود، يحطوها؟ الكشميرات بس يعني مش ده بيختلف كل بنت وعن لون بشرتها برضو؟ طبعا. يعني البنت السمراء غير البنت البيضاء غير البنت القمحوية. بالظبط. طبعا كل بشره ليها ميك اب، يعني لون احسن ليها. لكن ما ينفعش ان مثلا هي تكون سمراء واحط لها حاجات اوفر قوي، لا بتبقى بايخه. انت دلوقتي بتعملي ايه بقى؟ انا بقى بعمل الرتوش الاخيره للعين. تمام، بسيطه جدا. هي بنوته لسه، بقول يعني ان احنا رايحين جامعه، فانت مش هتحطي حاجات لا 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 كتير حاجات او حاجات بسيطه طولها. جدا كده. انا قربت اخلص. تمام، ايه النصائح بقى اللي انت بتقدميها للبنت اللي عايزه تبقى ميك اب ارتست شاطره؟ اهم حاجه طبعا اهم حاجه ان هي موهبه. تمام، بتحب مهنتها. ما ينفعش تكون مش حباها وهما تشتغل ميك اب ارتست. ثاني حاجه يعني تشتغل على نفسها. ما ينفعش انا عايزه ابقى ميك اب ارتست بس، لا. انا يعني تتعب. يعني لازم تاخد كورسات، تشتغل جدا، كل شويه تشغل ايديها. طب بما انك بقى في المجال بقالك كتير، انت بتقولي من الجامعه صح كده؟ انا لا انا المجال بقالي حوالي سنتين. سنتين بس. انت بتحبي انا مجال بحب شغلي. مجال الميك اب من الجامعه. بالظبط. طيب ايه اغرب حاجه شفتيها؟ ايه اغرب ميك اب شفتيه لفت انتباهك واستغربت ان ده اوفر؟ حطه طبقات وحاجات كتير جدا اوفر، بتبقى مش لطيفه يعني. انت حسيت ان البساطه هي احسن هي حاجة. اللي بتجمل، مش انت بتظهري بس ملامح البنت، مش بكثره الميك اب خالص. مش لا مش لا بكثره الميك اب، لا خالص مش بكثره ان انا احط طبقات او كده. خلاص افتحي عينيك شويه. حاجه بسيطه جدا، ماسكاره. ده للرموش بقى. ماسكاره بسيطه خفيفه خالص، تزهر بس يعنيها خفيفه عشان هي رايحه الجامعه. افتحي عينيك. انت عندك امتحانات ولا راح الجامعه ليه؟ عندك امتحانات مثلا مثال يعني. ممكن احط لها كحل ابيض برضه، يعني مش مستاهله ان انا احط حاجه غامقه. هي يعني بتبربش. تمام، بس الناحيه الثانيه. ده الناس اللي بتتفرج عليكي دلوقتي هتقول احنا مش هنحط ميك اب اوفر تاني خالص يعني، لا خلاص لا كده لا. احنا هنحط حاجه بسيطه على وشنا وننزل على طول كده. انا برست برضو جمالها ببسيط خالص، بميك اب خفيف جدا. طب ايه الاخطاء بقى اللي بتقع فيها الميك اب ارتست انت بتشوفيها وبتبقى عايزه يعني انت ذات نفسك لما بتيجي تعملي ميك اب لحد بتتجنبي الاخطاء دي؟ بتقولي ده انا شفتها في ميك اب ارتست تانيه عملتها على موديل مثلا. بشوف ان هما يعني اكتر حاجه بيزودوا الشغل، بيزودوا يعني بيحطوا كذا طبقه. انا مش بحب، انا احب البساطه جدا كشغلي. انا كسهام بحب كل حاجه بس بسيطه. تقريبا لو عروسه مش هتحط لها حاجه لا بسيطه، صح؟ لا عروسه دي قصه تانية خالص. يعني لو عروسه الموضوع بيختلف قصه تانية خالص. خالص انا بتكلم كبنوته نازله جامعه. يعني مثلا الروجيت بيحطوا حاجات فاقعه جدا، لا. مفروض انت رايحه جامعه تحطي حاجات خفيفه نود زي كشميرات هاديه جدا. بس لكن في بقى بشوف ناس لا بيحطوا حاجات اوفر قوي بتخلي البشره مش حلوه، بل بالعكس. طب انت من وجهه نظرك يعني كل مناسبه وليها الميك اب بتاعها؟ طبعا طبعا. زي البنت الوقت هي مثلا رايحه جامعه خارجه مشوار الصبح، غير ما هي مثلا بالليل. بالليل ممكن ازود احط شويه حاجات لامعه، سنه فوق العين، رتوش عند خدودها. بس
العروسه طبعا العروسه مختلفه بقى تماما. بيختلف لا تماما لا بقى، بتحط مختلفه لها فول تماما، ميك اب بقى. فول ميك اب. انا كده مش حاطه فول ميك اب، انا كده حاطه لبنت نازله رايحه شغل، رايحه جامعه، رايحه مش مناسبه، رايحه بس نادي، ده شغلي حاجات خفيفه جدا. خدت كام كورس بقى عشان تتعلمي انا ميك اب؟ والله واخده كذا كورس، واخده حوالي 3، غير ما اخدت للبروتين كورس برضو، واخدت مايكرو بليدنج حواجب. كل يعني كورس بصراحه بيختلف عن التاني؟ يعني كل كورس بتتعلمي فيه حاجة غير الحاجة انا التانية؟ بيبقى في ناقصني تكايه، فالمفروض لا انا عايزه اعرفها برضو وادرسها. رحت كذا حد بروفيشنال طبعا، قالوا لي التكايه دي، فبرضو في حاجه تانية انا عايزه اعرفها تانية. طب معلش، هو اللي انت بتحطيه ده روج ولا ايه؟ روج، حاجات خفيفه جدا بس، يعني حاجه هاديه جدا. بس وممكن في ناس كتير ما تعرفش الروج ده، يعني الناس متعوده دايما على الروج ان هو الروج بيبقى صباع روج. لا بقى تقليدي، يعني ده بيبقى مثلا كل الدرجات ممكن ادخل درجتين في بعض، يعني اخفي خالص درجه، بص درجه تانية اهي تديك درجه يعني مختلفه. زي فرشه صح فرشه كده؟ فرشه. بالظبط. بس حضرت مهرجانات الميك اب قبل كده؟ لا هو كورسات، والله اخدت كورسات. لكن ما اشتركتيش في مسابقات الميك اب، مهرجانات زي اللي بتتعمل ايجي فاشون، ماك فاشون مثلا، المهرجانات اللي هي بتبقى مختصة لا بالجمال والموضة والله والميك اب بس. ان شاء الله. لا انا برضو مش هسكت، انا بحب اجدد تطور. اتطور طبعا، طول ما انا في المهنة لازم اطور من نفسي. كل ما الاقي حاجة لا طبعا اساسي لازم ادخل فيها واطور من نفسي فيها. الماضي مين بقى من الفنانين اللي انت بتشوفيهم كده بتقولي انا نفسي اعمل لها ميك اب، او انا هطلع الميك اب بتاعها احلى من اللي محطوط دلوقتي؟ سمية الخشاب سمية الخشاب، ملامحها بحبها، حاده شويه اسمها. بحب قوي وشها، بحبها في الميك اب حلو جدا تمام. ومين تاني؟ في كتير، غادة عبد الرازق بس. ف انت كده يعتبر خلصتي؟ خلصت يعتبر حاجات خفيفه جدا طبعا. انا المفروض احط هايلايتر كتير؟ لا، لو زفاف كده احط طبعا هايلايتر اكتر كده. خلاص حاجه رايحه الجامعه، بنوته رايحه الجامعه، حاجات هاديه جدا بس كده تمام. كده. بس حاجة سيمبل خالص، وهي تبقى البنوتة. طيب رشح لنا بقى ايه يعني مستحضرات تجميل من اللي انت بتستخدميها للبنات الميك اب ارتست يعني كنصايح يعني. اقول اساميهم مثلا. عجل كيرولين حلوة جدا كبنات مبتدئة، فيها كذا نوع فاونديشن حلوة جدا. هايلايتر أفرة حلو جدا، اوريجينال طبعا. مثلا لوز باودر كيرولين حلو جدا. فاونديشن هدى بيوتي، الحاجات دي كلها حلوه، بتخلي البشره ناعمه. بس ناقص بس احط المثبت، حاجه بسيطه جدا. غمضي. المثبت ده ايه بقى اسمه ايه؟ ميك، ميك. حاجه بسيطه جدا كده، ده بيعمل ايه بقى؟ بيثبت الميك اب ويهدي الدنيا بقى، يعني يخلي الدنيا كلها ايه، ميه واحده، ويهدي الدنيا شويه. لو في باودر كتير، في هايلايتر كتير. ده طبعا انت بتحطي للعروسه، يعني العروسه لازم لا ده مثبت. اساسي مع كل حاجه، حتى ليها على اساس لو هي مثلا في الجامعه، جو حر، الميك اب بتاعها ما يسيحش، ده مثبت دلوقتي هينشف وهتبقى. هنشفولها. هتنشفولها بايه بقى؟ بسيط كده. ماشي ماشي. خلاص تمام. بس حاجه طيب بسيطه انت جدا. دلوقتي لو اتحطيتي قدام موقف وعايزه تحطي لوك بس بمستحضر واحد بس من دول، هتختاري ايه؟ ممكن الروج بس، الروج بس فاونديشن. ممكن تعملي بيه لوك قصدك كامل؟ على حاجه؟ ممكن حاجه واحده ممكن، الروج صح؟ بس اهم حاجه تبقى بشرتها حلوه، يعني هي مجهزاها حاطه، يعني لو هي بنت بيضة قصدك ومش محتاجه ميك اب كتير، فهو الروج بيكفي يعني كل. تحط مثلا البرايمر بتاعها كويس، ترطب البشره كويس جدا، تشرب ميه كويس جدا كتير، هتلاقي البشره كويسه. ممكن بالروج احط روج، احط بسيط هنا زي بلاشر، احط بيه كحل، ماسكر بس، وتكون حواجبها حلوه. ممكن حاجه يعني في ماسكاره حواجب هي ماسكرا مش معايا، للحواجب. بس هي برضو مش محتاجاها، يعني حواجبها حلوه ما فمش شاء الله. محتاجه انها تقور. بس مش انا بس اللي بعكسك، يعني هي الميك اب ارتست كمان لا بتعكسك. بصراحه هي ملامحها جميله جدا الموديل، فمش مستاهله ان انا ازود، عينيها جميله ومش محتاجه اي حاجه تانية.
بس. طيب ايه بقى النصايح اللي تحبي توجهيها للبنات الموديل اللي بيفقفروا في اعمال الميك اب؟ يعني في بنت تقول لك انا مش محتاجه ميك اب ارتست، انا احط لنفسي، وتلاقيها طالعه يعني لا 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 حاجه كده غريبه. بيأفوروا جدا جدا، طبقات فاونديشن، طبقات كونسيلر، كونتور. يعني مثلا زي البنت البنوتة دي مش محتاجة كونتور، الكونتور بشرتها ده اللي هو عباره عن ايه؟ كونتور عشان في ناس ما تعرفوش يعني. بيخلي الخدود تتنحت ترفع، فهي الموديل حلوة، الموديل ما فيهاش يعني سيمبل، يعني هي ملامحها رقيقة صغيرة، فما ينفعش احط لها الكونتور بس. لكن هو هايلايتر بسيط جدا، بلاشر، روج بس. طب انت لو عروسه وانت شايفه من وجهه نظرك كميك اب ارتست ان هي مش محتاجه ان هي تحط ميك اب كتير، بس طبعا دي عروسه فانت عارفه انت الايحاء النفسي نو بتاعهم ميك اللي اب هو اسمه نو، لازم احط ما فول هي ميك اب. بتجي لي عروسه تقول لي انا عايزه احط كل حاجه بس ما فيش حاجه تبان، اسمه نو ميك اب، احط لها كل حاجه وازاي ما فيش حاجه تبان يعني؟ مش فاهم. بالهادي، بالحاجات سيمبل جدا، احط ما احطش كذا طبقه، مش كذا حاجه، ما ابورش، ما احطش بالزياده، كله بالهدوء. احط مثلا الروج نود، حاجه بسيطه جدا، كشميرات هاديه جدا، مش لازم احمر نبيتي، هيت الفقعه دي اللي بتبقى شكلها مش حلو. هي في عروسة ممكن تطلب منك ميك اب معين، وفي عروسة تانية تيجي تقول طبعا لك انا اشتغلي بريح انت براحتك. العروسه، بقول لها انت عايزه ايه الاول، بتقول لي انا عايزه مثلا هادي، عايزه عينيا تبقى رسمتها كبيره، عايزه عينيا مثلا هاديه جدا، كحل ابيض، كحل نود، كحل اسود. فانا بسمع للعروسه الاول، واقول لها برضو خبرتي، واقول لها اللي انا عايزاه من رايي، واشوف هي، وهي براحتها، هي اللي وبريحها، بتختار يعني في الاول وفي الاخر العروسه اللي بتختار. وانا برضو لان انا بريحها وبقنعها، ولما بتشوف شغلي بعد كده بتنبسط جدا بيه. فالحمد لله يعني انا يعني بريح في العروسه. فيدباك جامد جدا طبعا لازم ليك يا تكون، شو على الصفحه، احنا شفناه، شفنا الفيدباك بتاعك، الناس بتشكر جدا في طبعا الميك اب بتاعك، كذا حاجه وكله فعلا عندي. بيقول على الميك اب هادي وسيمبل بسيط ما بحبش الاوفر الكلام ده. بصراحه في شغلي، ما بحبش الميك اب الاوفر، حتى لما هي بتجيلي اقول لها لا بس شوفي مني، فبتقتنع بعد ما بعمل، بتقتنع بشغلي. طب بالنسبة للوقت بقى، تمام. العروسة بتاخد وقت قد ايه؟ كل يعني مثلا العروسة ليها وقت، اللي هتعمل ميك اب للبس السواريه ليها وقت، اللي بص، هتعمل ميك اب لا انا الخطوبة ليها وقت، انا ولا انت لو بالنسبة لك زفاف هو عادي؟ وقتها واحد، لان انا بحط كل حاجه، زي الهادي زي الاوفر. الوقت كام يعني، كام الوقت من يعني ممكن ساعه ونص. ساعة ونص تعمل ميك اب العروسة؟ طبعا طبعا ده بيبقى شغل كتير، لكن ميك اب زي ده ما لان ياخدش انا منك بحضر، وقت. بحب احضر البشره، بحضر البشره، ان اعملها تنظيف بشره كويس جدا، طب ولو عندها ارطب حبوب لها، او نمش؟ عندي بحط كوركتور اخضر مثلا لو للحبه، بحط كوركتور اورانج مثلا للهالات. في عندي تحضيرات قبل ما اشتغل، كل التحضيرات دي اهم من الميك اب. ما ينفعش تكون هي بشرتها جافه جدا واشتغل، ما ينفعش، لازم ارطب، لازم كونسيلر غامق سنه شويه مع الكوركتور يغمق لي حوالين عينيها شويه بس. فكل ده احط انا بقى الفاونديشن بتاعي، هتلاقي بشرتها بقت شكلها حلو. لكن ما ينفعش تكون هي مش مرطبه بشرتها وبشرتها جافه وجايه لي بشرتها مش شاربه ميه كويس، واحط لها فونديشن من اول طب لو وابدا. واحده لا، بشرتها فاتحه، انت لما بتيجي بتحط لها ميك اب، بتحط لها ميك احط اب درجاتها. افتح ولا اغمق؟ تختار لا ايه؟ انا ما بحطش اغمق، انا بحاول احط نفس الدرجه، او ممكن افتح درجه واحده بس مش اكتر، لكن ان انا افتح جدا دي لا. طب كان في وجهة نظر طلعت بيقولوا الميك اب ارتست غشاشين شوية، يعني هو ما من تزعلوش مني ناحية والله، ومش مش انا اللي قلته والله، بس في تمام ايه بقى، ان هو لما بيبقى البنت او العروسة تمام قبل الميك اب بتبقى حاجة صح كده، انا شغلي وبعد قبل الميك اب وبعد. وبعد الميك اب بتبقى حاجة تانية خالص. انت مثلا ما بتجيش تقولي للعريس يعني خلي بالك او انا ما شغلي تتخضش بروح مثلا؟ احط قبل وبعد، الاقيهم يقولوا ليه حرام عليكي، طب انت، ما انت شايفها، انا مش ذنبي، لا العريس كمان اللي بيزعل. ده بيزعل يقول لي ايه، طب انا مالي، اقعد اقول له طب مش حضرتك شايفها قبل ما انا اشتغل. ف لا هو ممكن تكون مثلا طول فترة الخطوبة هي بتنزل بميك حتى اب. لانسيز بقى، حتى رموش مخبية الرتوش اللي تحت الميك اب، بس انا مش فبتيجي انت ذنبي. مثلا لما بتغسل وشها يبقى هي بطبيعتها بتبقى حاجة، طبعا وبعد ما بتخلص الميك مش اب بتبقى شغلتي. موضوع تاني بس خالص كده يعني. كده انا نجحت ان انا عرفت اخبي واداري كل اي مشكلة في ايوه انت بشرتها، نجحت، هو ذنبه ايه يعني؟ بقى مش ذنبي. مش ذنب انا بقى، هو اختارها، معرفش. يعني ده ما بتعتبروش غش من الميك اب ارتست؟ بالعكس، ده نجاح ليا،
ان انا كده عرفت اطلع محط يعني اداري كل عيوب البشره. يبقى انا لما انا خلصت ولسه العيوب موجوده يبقى انا كده ميك اب ارتست ازاي؟ ايوه ماشي، كده يبقى انت شغلي ميك اب عادي ارتست شاطره وكل حاجه، بس تمام. يعني الواجب عليك انك تقولي له. لا هو بقى هو براحته بقى. بصراحه كل العرايس زي القمر يعني، انا ما شفتش عروسه جايه لي بصراحه ما فيها حاجه، كلها بص يعني قمر، حتى الموديل يعني بشرتها صافيه وحلوه، فالحمد لله كلهم زي الفل بصراحه. طيب قولي لنا بقى ايه يعني الكونتور اللي حضرتك بتحكي فيه ده، كلميني عليه اكتر عشان في ناس كتير ما في تعرفوش كونتور كريمي يعني. قلنا انواعه. وكونتور باودر مثلا، زي ورينا كده مثلا حضرتك ده كونتور كريمي للخدود المليانه شويه، المناخير اللي منفوشه شويه، العظمتين دولت تتنفشوا ايه، بلمهم بالكونتور الكريمي تمام. ده بعد الفاونديشن بس هي يعني لو واحدة مناخيرها كبيرة انت تقدري تصغريها؟ طبعا من بصغر من كله، بدخل من هنا لهنا كده، فتحس ان الايه المناخير رفعت جدا، وهي ياه. اصلا مناخيرها انت اديتها ايحاء ان هي رفعت، بس هي هي مناخيرها حقيقي مش عريضه. طب ما ده استاذ، انت بتضحكي على الناس يا استاذ، انت كده بتضحكي على الناس يا استاذ. ما شغلتي ده بقى تدريبي وشغلتي. والخدود بتبقى مليانه شويه، اللغد بيبقى نازل، لا انا بقى احط لها يعني مثلا، انا مش عايزه اعمل دلوقتي اكني مثلا يعني، بص لو هي هنا تخينه شويه بعد كده يا مندي بعمل لها زي انحت الحته دي بتنحتي. بتنحتها، اعمل دلوقتي بعد المده اعملي. عادي عادي، وري الناس مش مشكلة. مثلا مناخيرها من هنا مثلا منفوشه شويه، اخد لها الحته دي تمام كده اهو، ممكن اخد من فوق لو الحته دي مليانه، هتري. بس برضو هي مش عريضة شوية. مليانه، لا انا برفع قوي، اخد كده كده مثلا تمام. ومن لو هي دي منفوشه الحته دي اخدها كده اوكي طيب كده بتظهر بقى، ما بتبقاش باينة خالص. لا ما انا بسيح كده، انا طبعا بوظت اللي انا عملته مش مشكلة بقى، تستحمل معلش استحملي. تمام، انت مش رايحة الجامعة؟ بسيح الدنيا اهو كده خالص، هتلاقيها رفعت جدا غير ما كانت تمام اهو اوكي. مجرد ايحاء بس مش اكتر، لكن بص هي في حقيقة رفعتها كبيرة، مش من وطولتها خليك انت اللي كبيرة، لا هي. تمام. طيب في مثلا هنا اللغد، اخد حاجه بسيطه بسيطه كده اهو تمام بس انا عايزك كنت اوكي. بتكملي كده، انا بس عايز اقول حاجه يعني لكل شاب بقى، يعني نصيحه لكل شاب رايح مثلا يتقدم الكونتور من هنا اهو لبنت، يعني كده يقول لها اغسلي وشك الاول واطلعي لي تمام واشوفك، رضيت بيكي تمام، ما رضيتش بس بقى بيكي ماليش خلاص دعوه. نوديكي نوديكي الميك اب ارتست بقى الاستاذه سهام، هي بالظبط تظبط الدنيا. مثلا اعمل فلازم كده لازم تشوف البنت على الطبيعه الاول، عشان بجد الميك اب ارتست بتغير الملامح خالص. يعني انت ممكن تشوفها حاجه وبعد الميك اب تشوفها حاجه تانية، فانت لازم تشوف الحاجه الاولانيه دي قبل ما تعمل ميك اب، صح كده يا استاذ سهام؟ تمام. انا كده حطيت هنا رفعت لها خدودها جدا اوكي، نفس الكلام في الناحيه التانية بسيحها طبعا مع مع البلاشر طب ما انت ظبطت لها خلاص. عادي، ما اثرش على الميك اب ما ولا هو حاجه. شغلتي شغلتي. اوكي سيحت الدنيا خلاص ما فيش اي حاجه باينه اوكي كده اهو. في بقى بعد ما خلصت في ايه تاني؟ احط عليه على نفس المكان كونتور برضو بس باودر مثلا، حاجه بسيطه قوي على نفس مكان الكونتور الكريمي، لازم احطه باودر اظهر العظمه اوكي كده، ظهرت العظمه نفس الكلام الناحيه التانيه طب لو بنت على نفس وشها الحتت اللي مليان انا حاطاه، شوية يعني عندها خدود ادخن الكونتور شويه عشان لما سيحه يديها رفعه، نفس الكلام بحطه هنا، رفعت برضه اديتها ايحاء خالص مناخيرها رفيعه، هنا مثلا عندها الجبهه طويله لازم عايزه شوية. اداريها بالكونتور الكريمي، كل حاجه حطيت لها كريمي احط عليها باودر اوكي، نفس الكلام تحت كده، خليت بشرتها متحددة والمناخير صغرت خالص
ده الكونتور طيب هو الميك الكريمي اب بالبودر. بتاع البنت المحجبه يفرق عن البنت اللي في شعرها ولا الاثنين واحد؟ لا البنت نفسها المحجبه بتحط الحاجات السيمبل الهاديه، ممكن اللي في شعرها يعني بتأفور شويه. واللينسز طبعا بيفرق برضو عن شكل، طبعا صح طبعا كده؟ بيفرق 180 درجه طبعا. بس الموديل هنا رقيقه خالص، بس طيب اللينسز حاجات بقى، انت اوكي. بتنصحي البنت تحط اللينسز لونه ايه؟ يعني بما انك في المجال وبتشوفي بنات كتير حاطه تفتح لينسز. لون عينيها درجتين او درجه، ما الاقيهاش مثلا عينيها سودا، الاقيها حتى لبني حتى ازرق. ايوه بنشوف بتخض الكلام ده. يعني، في العروسه تجيلها عايزها ازرق وهي عينيها سودا وهي سمراء، كمان ف هو ده اللي انا بتكلم فيه والله، هو ده ما اللي انا ينفعش. بقوله يعني، انا بقول ما لها ما ينفعش الكلام ينفعش ده. حاجه يعني تفتح النين بتاع عينيكي درجتين، لكن ما لاقيكيش حاطه لي ازرق وانتي سمراء وعينيكي، لا قول لها لا، انا بس مش عايز حطي البنات حاجه تزعل هاديه. مننا والله، يعني انا مش عايز البنات لا تزعل مننا انا في اللي احنا بنقوله، بريحها، بس احنا بنحاول نوصل لهم، يعني احنا بنحاول نوصل لكم حاجه، ان انتوا حطوا الميك اب تمام على قد الملامح بتاعتكم، صح كده؟ بالظبط. يعني على قد انا بقول الملامح، لها يا ما حبيبتي مش تأفروش. هينفع عينيكي هتبقى اوفر قوي، هتبقى شكلها مش لطيف في رسمه العين. في بقى برضو بحط يعني بشوف عرايس تقول لا حطي لي رسمه الايلاينر طويله. طب ما ينفعش، انت مش هتبقى عينيكي حلوة عليك. مش هتبقى حلوه عليكي، فبتبقى خفيفه. كل ما نبقى البساطه احسن، كل ما يبقى الدنيا شكلها احلى. فبتقتنع بصراحه، احط لها لانسيس مثلا رمادي، رمادي غامق لما تلاقيها هي سمرة شويه، مايل للبياض شويه، ممكن احط مثلا لبني هادي جدا. لكن الحاجات الاوفر دي لا، مش بحب احطها، مش محبذة. وبقنع العميله بكده وبتقتنع بصراحه طب لو بكلامي. انت مثلا عميله قدامك ومقتنعه باللي هي عايزه تعمل حاجه معينه وانت مش مقتنعه من جواك، بتعملي ايه؟ بص اقول لها انا ما خلاص يعني بريحها، ما ينفعش بريحها، يعني بس انا مش ببقى بتعملي مرضيه اللي هي عايزاه. اللي هي عايزاه. بس انا بصراحه ببقى كسهام لا، مش بحب النظام ده، بس هي عايزه كده خلاص بريحها. اخر حاجه بقى، عايزك تنصحي نصيحه كده للبنات تمام اللي هم داخلين في المجال جديد، اوكي. تمام؟ تقولي لهم كلمتين كده، ازاي تبداوا تخشوا مجال الميك اب ارتست وهم حابين، يعني هي بنت حابه مجال الميك اب، عندها تبدا ازاي؟ تبدا البدايه تبقى ازاي؟ البداية تكون أساسي طبعا، تكون حابة المهنة، ما ينفعش تكون أنا عشان أشتغل وأكسب أشتغل كميك اب أرتست، لا ما ينفعش. ثانيا تشتغل على نفسها كويس جدا تاخد كورسات. ككورسات، ما ينفعش أنا كميك اب أدخل على العروسة على طول كميك اب أرتست، ما لأن أنا ينفعش. مسميها نفسي كميك اب أرتست، لا ما ينفعش. أخد كورساتي، أتدرب كتير كتير على نفسي، على الموديل اللي قصادي، على أختي، على بنت اختي، على اي حد صاحبتي. احنا معانا ليك على فكره صور قبل وبعد. تمام عايزين نشوف الصور كده اللي هي قبل وبعد. لا لا تمام ماشي. ده ميك اب عروسه، صح كده؟ بالظبط. يعني ده ميك اب عروسه. انا عندك قبل وبعد في صور قبل وبعد. يعني هيعرضوها دلوقتي، عايزك برضو اوكي. تعلقي عليها وانت بتبقي مرضيه في صور كذا صوره كان فيها عيوب، دي قبل دي دي قبل. عروسة ودي عروسة تانية مش نفس العروسة، دي قبل برضو عروسة تانية. دي ايه الشهادة دي بقى؟ دي شهادة الميك اب بتاعي، انا واخدة شهادتين ميك اب. دي ايه؟ دي صوري. دي صوري، ده ميك اب صوري. في قبل بس دي بعد، انا يعني كنت عايزة تشوفوها قبل. هي دي اللي قبل؟ لا دي برضو قبل، بس دي حاجة تانية، صح؟ مش انتوا مش ده مرتبين. عروسة؟ لا صوري برضو. سواري. دي عروسة دي عروسة. في قبل، ده دي دي خطوبة. خطوبة. خطوبة، صح كده؟ قبل برضو حلوة قوي يعني. البنوتة دي قالت لي انا عايزة حاجة هادية جدا سيمبل حلو. جدا، جت قالت لي كده، قالت لي بس انا واثقة فيكي. بس هما بيثقوا فيك على اساس ان هما بيخشوا على البيج بيخش على بتاعتك البيج بتاعتي ويشوفوا ويشوف شغلك، شغلي، صح كده؟ فبيعجبهم الشغل. فوالله عارف ما شافتش، قالت لي بص انا هشوف نفسي في الاخر. والحمد لله بصراحة ديت اللي كانت لابسة أحمر قبل. معقولة؟ بالظبط. اللي بالظبط هي هي دي؟ دي. سبحان الله. اشتغلت كتير بقى على بشرتها. العروسة اللي فاتت هي دي اللي قبل، العروسة اللي قبل اللي كانت لابسة السوري. أبيض. دي هي اللي هي دي. دي؟ ما عندك شاء الله برضو ما شغل شاء الله. تاني، دي بعد اللي كانت فاتت قلت لك عليها سواريه. السواري. بالظبط.
دي الخطوبه بس دي تقريبا ملامحها حلوه مش بالظبط. صح ما كده؟ هي سابتني يعني. بص بص حضرتك، انا حاطه حاجات خفيفه جدا، بشرتها حلوه، اللي هي دي هي صح؟ اللي هي دي، اللي هي دي. انت بس يعني وضحتي ملامح الوش مش اكتر. ما غيرتش حاجه لان هي مش محتاجه، ما فيهاش رتوش في بشرتها كتير، ما فيهاش تخريم في البصور حاجات، لا يعني حاجات وبتعملي خفيه. عروض بقى يعني بتعملي اه عروض؟ طبعا طبعا، في حاجه انا منزلها برضو بس حضرتك ما عرضتهاش، في عروسه كانت بشرتها فيها نمش؟ اه بس حضرتك ما عرضتهاش يعني، خليتها مختلفه تماما. لا والله. عندك طب في صور تانية يا جماعة ولا خلاص كده؟ ماشي هيشوفوها دلوقتي اوكي وهيعرضوها متلاقيش. المهم احنا دلوقتي مبسوطين بيكي جدا الله يخليك، بجد، انا اسعد انت والله. نورتينا ميرسي يا حبيبي، ميرسي وما شاء الله الميك اب اللي انت هادي، عاملاه جميل، وانت ميرسي مختارة مود الهادية ورايقة. ميرسي. انت عندك مكان بتدي فيه؟ اه انا عندي بيوتي سنتر فين بقى البيوت سنتر في بتاعك مدينة يعني؟ برضو العبور، اتكلمي عنه كده. عندي بيوتي سنتر في مدينة العبور كميك اب ارتست، كمتخصصة بروتين. انا اخدت كذا كورس بروتين، واخدت مايكرو بليدنج بتاع الحواجب اللي شعره بشعره، مش تاتو. انا بنحب يعني برسم شعر على سطح الجلد، على اول سطح من طبقة الجلد. فكذا يعني بص مجال. كده، هي دي الصورة. اه دي بعد، انا عايزه اوري لك قبل بس هي دي، بعد، كذا حد هي بعد قال لي ما شاء الله عليها حلوة جدا. بقى قبل، هتشوفها ازاي دي، هي دي ازاي. طب انا ما ما اعمل ايه، كانوش متصدقين. لا خالص اهي قبل. فعلا يعني حقهم ما يصدقوش والله. جميلة. فالبيوتي سنتر بقى بتاعي صغير فكبره. انا مش يعني ايه من النوع اللي بحب، عندي طموح. كرياتيف يعني، بتحبي على طول بالظبط، تطوري من نفسك. ايوه. عايزه ابقى حاجه يعني. فدلوقتي بعمل مايكرو بليدنج، هو متخصص بروتين، بعمل بروتين حلو جدا، والميك اب معايا. فبمسك العروسه كباج يعني كباج باكج كامل. اه بالظبط، باكج باكج كامل. كامل من بروتين بقى لحواجب لميك اب ارتست وكده. فالحمد لله يعني، استاذه سهام احنا بجد بنشكرك جدا، ميرسي. وبجد انت قدمت نصايح البنات اللي بيحطوا ميك اب العاديين او الميك اب ارتست كمان يعني استفادوا منها. يعني البنت العاديه ميرسي. اللي هي بتحط ميك اب هتستفاد من الكلام اللي انت بتقوليه، والميك اب ارتست هتستفاد برضو، يعني اللي هي مبتدئه هتستفاد من النصايح اللي انت قلتيها دي. ميرسي فاحنا ميرسي بنشكرك جدا، جدا، ويا رب دايما في يا تطور ونجاح. ميرسي ميرسي وبجد انت جدا، نورتينا وشرفتينا. ميرسي. اعزائي مشاهدي برنامج الجريئه الجميله، يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده بالحلقه واستفدتوا من الميك اب ارتست سهام صلاح. ان شاء الله نشوفكم على خير الخميس الجاي. نورتونا وشرفتونا.